فاندربيلن يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية ثانية. مطالبات بإصلاح إجراءات القبول للمعلمين بسبب النقص. اعتقال ألمانية في فيينا انتحلت مهنة طبيبة التجميل. مشروب ريد بول يحقق أرباحاً قياسية العام الماضي. مهاجر يعتدي على لاجئ سوري بسبب كرهه للأجانب. قانون الجنسية يثير الجدل مجدداً مع انتخابات النمسا السفلى. مرحباً بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أدى الرئيس ألكسندر فاندربيلن اليوم اليمين الدستورية أمام البرلمان لولاية ثانية، وقامت الحكومة بتقديم استقالتها شكلياً أمام الرئيس وفق الإجراءات الدستورية في هذا الشأن. وشارك الرئيس عقب أداء اليمين في استعراض للقوات المسلحة بوسط فيينا. يذكر أن الرئيس النمساوي تولى السلطة في عام 2016 وفاز بفترة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات في انتخابات أكتوبر الماضي. طلب مجلس ضمان جودة التدريب للمعلمين إجراء إصلاحات القبول في دورات التدريب للمعلمين بسبب النقص الحاد في قطاع التعليم. وبحسب تقرير المجلس، يجب التساهل في متطلبات القبول واختصار المدة الزمنية التي يحتاجها المعلمين للبدء بالتدريس وضمان الجودة المطلوبة في التدريب، حيث يوجد حالياً 4 كليات بمستويات مختلفة لتدريب المعلمين، ويطالب المجلس بتوحيد تلك المستويات. ألقت شرطة فيينا القبض على متهمة ألمانية انتحلت صفة طبيبة تجميل، حيث أجرت عمليات تجميل أدت لأضرار جسدية خطيرة. وبحسب ORF كانت المتهمة تحتال على مستثمرين أجانب عبر تقديم الوعود للحصول على الإقامة في النمسا، وقد أجرت عمليات تجميل مع أنها لا تملك شهادة مزاولة المهنة، حيث أن 8 نساء تعرضن للتشوه بالحقن، وقد بلغت قيمة الأضرار ما يصل ل 800,000 يورو، وتم ضبط العديد من الأدلة والنقود خلال عمليات المداهمة. ارتفعت مبيعات شركة ريد بول المصنعة لمشروب الطاقة مسجلة أرقاماً قياسية جديدة في تاريخ الشركة العام الماضي. وبحسب ORF لم تفصح الشركة عن أرباحها، ولكن تم بيع أكثر من 11 مليار علبة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مما يعني زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بعام 2021. ويذكر أن الشركة قد وظفت ما يقارب من 16,000 شخص في 175 دولة. تعرض شاب سوري لاجئ لاعتداء عنصري وإصابات خطيرة من قبل شخص يكره اللاجئين في محطة القطار بمدينة شاردينغ في النمسا العليا. وبحسب صحيفة كرونة سايتونغ، ضرب الجاني الشاب بالجزء العلوي من جسده 10 مرات بقبضتيه، وحاول الفرار ومقاومة رجال الشرطة، ما أدى إلى إصابة 2 عنصرين من الشرطة بجروح. وذكرت الشرطة أن السبب الاعتداء كره الجاني للاجئين، والمفارقة هنا أنه من أصول مهاجرة. سيحرم ما يقارب 12% من سكان النمسا السفلى الأحد المقبل من المشاركة في الانتخابات المحلية بسبب صعوبة الحصول على الجنسية. وبحسب صحيفة دير ستاندرد، يزداد الجدل مرة بعد مرة حول حرمان نسبة كبيرة من الإدلاء بأصواتهم، وهذا يستثني المزيد من المشاركة في القرار ويضعف الانتخابات كأهم أداة للسياسة الديمقراطية، ويخلق مواطنين من الدرجة الأولى والثانية. ويذكر أن نسبة 17% من سكان البلاد ليس لديهم الحق في التصويت بسبب أصولهم المهاجرة. وتبقى الجنسية النمساوية محور الجدل في كل حملة انتخابية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.